السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج يمني حالي. نرحب فيكم أنا وأروى. أهلا يا أروى. أهلا يا مروة، وأنا أرحب فيكم كمان. أهلا وسهلا فيكم وبكل مشاهدينا ومتابعينا في هذه الحلقة الجديدة، وإن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن حال. اليوم معنا مواضيع متنوعة جدا، خلونا نستعرضها معكم في هذه العناوين. موهبة التصوير هي شيء من الطفولة. من عمري 12 سنة أنا مسكت كاميرا، لأنه كان في بيتنا كاميرات كثير، وكان والدي دائما يوفر لي هذا التفاصيل وهذا المعدات. بديت أول خياطة وأنا صغير بمعمل عمي نجيب عواد أخوابي، بدأتها من 1997. اليوم تخرج 45 مستهدف من الشباب والفتيات والنساء في 3 تدريبات، اللي هي البخور وصناعة العطور وتدريب الطاقة الشمسية وتدريب صيانة الجوال. عالم التصوير أصبح اليوم من المجالات المهمة جدا واللي يعتمد عليها الكثير من الشباب، وخاصة الشابات التي أثبتوا طبعا موهبتهم وقدراتهم بشكل كبير في هذا العالم، وخاصة مع تواجد نوافذ السوشيال ميديا. طبعا هذا المجال الواسع المفتوح لكل شخص لديه كاميرا له الكثير أكيد من الشروط والمعايير الخاصة ليكون المصور أو المصورة مميز بين منافسيه في هذا المجال. صحيح، وضيفتنا اليوم مصورة يمنية أحبت التصوير منذ الصغر، ومع أنها تخصصت هندسة معمارية لكن شغفها للتصوير لم يتوقف، واليوم شقت طريقها لصناعة الأفلام في مصر، لأن هدفها الأزمة هو نقل صورة إيجابية ومختلفة عن اليمن عن طريق إنتاج أفلام قصيرة. لذلك قمنا بزيارتها وكانت موجودة طبعا في مصر لنتعرف عليها وعلى حلمها، فخلونا نشوف ونرجع نتعرف عليها وعلى موهبتها أكثر. موهبة التصوير هي شيء من الطفولة. من عمري 12 سنة أنا مسكت كاميرا، لأنه كان في بيتنا كاميرات كثير، وكان والدي دائما يوفر لي هذا التفاصيل وهذا المعدات. فمن صغري كنت أصور أي مناسبة تخص الأهل، في الأعياد، في أعياد الميلاد، يعني حتى كنت أخرج أصور في الشارع، في الرحلات العائلة كنت أصور بالكاميرات القديمة جدا اللي هي الزنت أو أفلام والكانون، وبعدها أول كاميرا ديجيتال كانت كوداك، بابا ادها لي هدية، إلى الكانون، إلى النيكون، إلى السوني. لكن الموضوع تطور جدا، تحول إلى مهنة لما بدأ الموضوع ياخذ مني جهد ووقت يعني. وأصلا وقتها كانت معداتي أنا بنشتريها بفلوس غالية وبنصرف فيها مادة عالية يعني، فقررت أنه ليش ما تكونش الموضوع أنا مستفيد منه، لأنه أقل شيء أنا أحتاج حتى قيمة صيانة للأدوات هذه اللي أنا بين أشتغل بها. فمنها فكرت أنها تتحول إلى مهنة، وكان وقتها بدأ الناس عندنا يتقبلوا فكرة النساء المصورات، ويعني عندنا الموضوع كان عندنا مشكلة دائما مع الأعمال هذه، وينظروا لها الناس نظر أنه ما ينفعش أنت تكوني مصورة وتجي تصوري الناس.
لكن أنا كان الأهم عندي هو تقبل أسرتي لهذا الشيء وشجعوني جدا، وخرجت للسوق وبدأت أصور مناسبات أعراس بشكل رسمي يعني. ممكن يحصل مصور إن أدواته تتأذى، لأنه هذا أولاده يعني بناته وأولاده الصغيرين كذا يعني، ففي عدسة نكعتها الأسيستنت تبعي وكان سعرها مبلغ وقدره، فهذه أثرت علي إلى الأمام فترة طويلة. طموحي في التصوير مبدئيا وصلني لمصر. أنا حصل لي اكتفاء في اليمن بسبب إنه ما عاد كان بش يعني أحد جديد أتعلم منه، فقررت أسافر وجيت البلد الخصب الأول اللي هو له باع طويل في السينما والتصوير وهي مصر طبعاً. لما وصلت هنا كان طموحي أنني أبدأ أدرس صناعة الأفلام والتصوير السينمائي، وفعلاً بدأت ودرست وحالياً أنا في هذا الشيء. طموحي قادما لا أعلم، ما أقدرش أحدد لأنه المجالات كثيرة في التصوير، لكن اللي أنا عارفة له تماما أنني أشتي مستقبلا أعمل توثيق لأشياء تخص بلدي اليمن الجميل الفاتن اللي هو معروف أو ظاهر بصورته صور الدمار والحرب، لكن اليمن هو أجمل من هكذا بكثير. أكيد ناوي يرجع اليمن عن قريب كمان إن شاء الله، والأصل في رجوعي لليمن هو رجوعي البلدي، غير أنني ناوية مثل ما قلنا أصنع أفلام قصيرة عن مناطق اليمن، أزياء اليمن، مأكولات ومشروبات اليمن، العادات والتقاليد الخاصة باليمن. هذه كلها أشياء غير ظاهرة وبدأت تظهر مؤخرا، لكن ما حد يعني مدي لها الاهتمام الكافي. فاليمن بلد فاتن ويعني فيه ثراء وتنوع وغنى يستاهل هذا الظهور البهي أمام العالم. طبعا بعد لقاء أنا بوجدان في هذا التقرير واللقاء الجميل اللي شفناه وهي بتمارس مهنتها والتصوير وكذا، وقليل من المصورات بيظهروا كذا وبيتكلموا، فاحنا حبينا اليوم كمان نستضيفها بالصوت والصورة من خلال الستلايت. موجودة معنا الآن عبر الستلايت من القاهرة، خلونا نسلم عليها. اهلا وسهلا يا وجدان، كيف حالك؟ حيا اهلا وسهلا، كله تمام؟ تمام. تشرفنا بوجودك معنا. طبعا احنا تعرفنا عليك خلال التقرير، بس معنا كمان بعض الاسئله اللي حابين نسالك عشان نتعرف على قصتك بشكل اكبر. بدايه قولي لنا، انت مهندسه معماريه اساسا، لكن شغفك في عالم التصوير وصناعه الافلام، ايش السبب؟ ايش الفكره؟ لا أقدر أقول إنه طبعاً بعلاقة كبيرة بين الهندسة المعمارية والتصوير. الهندسة المعمارية هي لها علاقة بتخيل الشكل، يعني تداخل الأشكال مع الظل والضوء عموماً، تمام؟ هذا من ناحية أرتستيك أو فنية بحتة. فدائماً التصوير هو أيضاً هو فوتوغرافي، هو الرسم بالضوء، فإحنا أيضاً بنلعب بالظلال والضوء في نفس المجال هنا. فاللي هو فنان في هذا يقع فنان في هذا غالباً. بس أنا هي كانت هواية بالنسبة لي، كان التصوير هواية من يوم ما عرفت نفسي. أنا مسكت الكاميرات اللي هن النيجاتيف الأفلام، وبعدها الديجيتال يعني دي اس ال ار، والآن الميررلس إلى آخره. فمريت بمراحل الكاميرات كلها، وكانت هوايتي مجرد هواية أمارسها في مناسبات الأهل، في الأعراس حقنا، في يعني كل الرحلات الأسرية، الأعياد إلى آخره.
إلى أن مع ظروف الحرب وقررت أني المهنة أني تتحول لمهنة، لأنه كان الناس بيطلبوني أجي أصور، وأنا كان وقتها معي معدات غالية ومكلفة، والهندسة واقفة طبعا بسبب أنه ما عاد أحد بيبني ويعمر ويفعل. فتوجهت للمجال ودخلت فيه بعد أن كان مجرد هواية، وهواية شغوفة بها جدا، يعني البذرة موجودة. تمام، جميل. طيب إيش الأسباب اللي خلتك تقومي بالخطوة وتنتقلي من اليمن إلى مصر، وكمان اختيار الاغتراب عشان تبدأي حلمك في مجال صناعة الأفلام؟ هو للأمانة حلم صناعة الأفلام كان تطور مع دخولي عالم التصوير، لأنه إحنا بدأت كمصورة فوتوغرافية في أعراس، وانتقلت بعدها أنني بدأت أهتم بصناعة المحتوى الفيديو، إلى أن شفت أنه حصل لي تشبع يعني في صنعاء وفي اليمن، البيئة ما عاديش مساعدة تعلمني أكثر وتديني أكثر، وكانت مصر أفضل خيار وأقرب خيار لأنها خصبة ومشهورة بهذا المجال، ويعني فيها ناس وخبراء ويعني مخرجين ومعلمين كثير، واحد ممكن ينهل منهم ويتعلم حاجات خيرات. فكانت في البداية هي محض صدفة، سفري لمصر كان صدفة، لكن الجميل فيها أنه تحول لقرار أنني أجلس وأعمل أصنع لي شيء، أصنع لنفسي شيء فيها. كلمينا طيب أكثر عن دراستك لصناعة الأفلام، كيف كانت القرار وقت ما أخذتي قلتي لا أنا بجلس في مصر وببدأ أتعلم صناعة الأفلام؟ فين التحقتي مثلا؟ هل كانت دورات فقط ولا دراسة جامعية كاملة؟ كلمينا أكثر. هو بداية كانت كورسات، وبعدين تحولت لأكاديمية خاصة بصناعة الأفلام، أكاديمية اسمها الأكاديمية العربية أرب فيلم سكول، وفيها عدة كورسات كثيرة يعني زي الدبلومة كاملة، فمنها يعني نبدأ اللي هو صناعة الأفلام اللي هو الإخراج، وبعدها سينماتوغرافي اللي هو علم أو فن الإضاءة وإدارتها إلى آخره، وبعدها الأرت دايركشن اللي هو تصميم اللوكيشنات وما إلى ذلك. تمام، فإحنا بنتحكى عن ثلاث مجالات في مجال واحد. أنا أخذتهن من باب العلم، يعني ما شتخصص في، يعني أكيد شتخصص في شيء، بس لازم أكون على اطلاع بهن كلهن إذا إشتي أبدأ في المجال هذا. لازم يعني أشربهن وفهمهن صح. فأخذ مني سنة وشوية الدراسة، وما زلت مستمر إلى الآن يعني أكمل. جميل، إن شاء الله نشوف أعمالك قريبا جدا يا رب. طيب أكيد يعني مريتي بعض من الصعوبات والعوائق اللي يعني خلال هذه الفترة، الانتقال والاستقرار. أنا شفت في الفيسبوك أنك اضطريتي تبيعي بعض من أدوات التصوير عشان تبدأي تستقري في مصر، فقولي لنا إيش هذه الصعوبات؟ للأمانة يعني أعز شيء على المصور ممكن يتخلى عنه هي سلاحه. يعني أنا محارب، أنا أو غيري من المصورين، هذا هو سلاحنا، هذه أداتنا، هذه فرشاتنا يعني اللي بنبدع بها. فبالتالي لما تقرري إنش عشان تتعلمي أكثر أو تكتسبي مهارات أكثر تقومي تبيعي، أنا بعت فعليا كل كاميرتي مع العدسات حقها مع الاستوديو اللي كان في صنعاء، كلها تباع من الطابعة إلى كل تفاصيله. تمام، كان معي استوديو قائم في صنعاء يعني، فهذا عشان أقدر أوفر مبلغ مالي لاستقراري الأولي في القاهرة. فبعدها سبحان الحمد لله لقيت عمل مؤقت وعمل ثاني مؤقت، إلى جانب تصوير المناسبات هنا للجالية اليمنية وغير الجالية اليمنية، لأني كمان ما أعرف بحكم يمكن علاقاتي الاجتماعية صورت في سفارات، مناسبات خاصة جدا يعني أعراس، أيضا صورت لناس مش يمنيين، فهذا الشيء هو اللي ساعدني أستمر في الجلسة هنا، وإنني أعيش خلاص وأبدأ أصرف على نفسي وأعتمد على نفسي تماما. جميل، طيب وجدان بتفكري تعملي استوديو خاص فيكي، يعني مشروعك الخاص، مكانك الخاص، بأفكارك الخاصة، ويكون لك اسم كذا في الوسط في مصر، إنه في استوديو مفتوح باسم وجدان والناس تبدأ تجي تصور عندك؟ طبعا هذا شيء قد بدأت بإنشائه وهو موجود، بس ما قد أعلنت عنه يعني. الاستوديو قائم، الاستوديو مش بس بصري، يعني الاستوديو هو بيركز على الميوزك اندستري، وبيركز أيضا على
الفيجن اندستري، يعني اي حاجه فيجوال برودكشن وما اذا ما الى ذلك. لكن هو الان عادوا قيد الانشاء ان شاء الله، ومعي يعني ما ناش وحدي فيه، احنا شركاء بالجهد والمال والابداع يعني. تمام، فان شاء الله تسمعوا به قريب، وما يكونش تحت اسمي يعني، يكون اسم براند استوديو، اسم فني يحمل اسم الاستوديو، واكيد انا المشرف عليه ان شاء الله يعني، او انا صاحبته يعني. ما شاء الله. قررتوا طيب ايش الاسم ولا عادوا؟ لا للاسف يعني كان اسم اولي اسم الريشات، بس الان لا يتغير الاسم. هذه اخبار حلوه يا وجدان، مبروك مبروك، ان شاء الله يتم على خير باذن الله يا رب، يتم على خير. وفي فكره جديده يعني، هو مش بس استوديو، هو في يعني هو مش مجرد استوديو ان شاء الله، هو حيكون فيه فكره جديده جاذبه للناس اصلا. فان شاء الله الله الموفق يعني، انا متفائله جدا، متفائله اصلا انه اليوم انا معاكم، لانه اليوم سنه جديده بالنسبه لي. ايوه عيد ميلادها، كل عام وانت بألف. ما شاء الله، كل عام وانت بألف خير، عيد ميلاد سعيد، يا رب يكون بدايه الخير كذا وتكون سنه كلها انجازات باذن الله. يا رب يا رب يا رب يا رب، لنا ولكم لكل الناس ان شاء الله. انا متحمسه لموضوع الاستوديو هذا، ما رضيتش تقول لنا على الافكار وايش اللي بيكون، نشتي نعرف ايش بتعمل وايش داخل الاستوديو. هو عاد يحتاج وقت، عاد يحتاج وقت، بس هو تحت الانشاء ويعني والامور مستتبه زي ما يقولوا. لكن اللي كنت اقوله انه هو انا بدات اجهز فيها الادوات، قدرت من خلال عملي ارد جزء من راس المال اللي بعت ادواتي، الحمد لله قد بدات ادي ادوات جديده اجدد من اللي كانت معي، كاميرات الان سوني احدث ما يكون، والحمد لله يعني تمام، ويعني قد حتى اضاءات، قد مايكات، اشياء حتى التسجيل الصوتي، به ورك ستيشن كامل من كمبيوترات وما الى ذلك للمونتاج، هذا قد جاهز، باقي تجهيز المكان ذات نفسه، وان شاء الله خير. ان شاء الله، الله يتمم على خير يا رب ان شاء الله. طيب قولي لنا يعني، اكيد في مصادر دعم كثيره بالنسبه لك خلال هذه المسيره، لانك قمتي بالكثير من التغيرات، يعني زي ما قلنا غيرتي مجالك من الهندسه الى التصوير نوعا ما، ودخلتي في عالم التصوير، وايضا كمان اغتربتي من اليمن واستقريتي في مصر، فما هي مصادر الدعم بالنسبه لك؟ مصادر الدعم، إذا كنا بنتكلم عن دعم نفسي فهم أهلي نمبرون يعني رقم واحد في هذا الشيء الحمد لله، بابا الله يحفظه، ماما، وأخواتي كلهم يعني، عمومي، أخوالي، هذا لا داعمين بشكل كبير نفسيا جدا. تمام، والدعم المادي للأمانة هي يعني في ظروف ساعدت، في ناس يعني بسات التسخير من الله لما يقولوا يعني حاجات تفاصيل يومية، توفيق ما بنتكلمش عن المال بشكل مال. أيوة، تفاصيل يومية بتوفر عليش بتسهلش أي شيء، مثل حتى إنش تعتزمي غدا يعني، هذا تو هذا أيوة. تسخير أي شيء ببلاش يعني، حلو والله تفاصيل بسيطة جدا. أيوة لا يعني لا فعليا يعني طرق نقل جديدة كثير، فيه تفاصيل كثير يعني احنا ما بنركزش عليها، بس الله بيرزقنا بها يعني، هذا هو التسخير. لما يقولوا التسخير يقولوا انسان مسخر له، الله بيسخر له الطريق، مش معناه انه بيدي له الزلط، لا ابدا، معناه انه بيوفر للناس يسهلوا له، حتى تصدق ان تسوق الاوبر اللي يوصلش بسرعه هذا تسخير من الله. صحيح، يعني في تفاصيل ان الطريق تفتتح هذا تسخير من الله، في تفاصيل انا مركزه عليها هنا في جيتي في مصر الحمد لله، يعني هذه توفيق من الله الحمد لله. والشيء الثالث والأهم اللي هو الدعم بين الجه من الناس اللي بيتابعوني أو بيحبوا عملي أو بيشجعوني، في أصدقاء كثير مصورين كثير مصورات يعني، أنا شاكر لهم إنهم أصلا بيشجعوني حتى وجدان عملي ريلي، وجدان نشري، وجدان فعلي، وجدان كتبي، وجدان حرام هذا العمل ما يظهر، هذا تشجيع كافي يخلي، هذا دعم يعني يخلي الواحد يستمر. وتفاصيل كثير يعني، كم مش أسرد ولا كم يعني. جميل جميل. أي حد بيدخل في تجربة جديدة أو بيأخذ قرار في حياته يا مروة دائما بيشوف الإشارات اللي بتجي، هل الدنيا بتتسهل لو حصل كذا، إذن ربنا إن شاء الله بيكتب لي الخير. أنت ماشية على هذا السياق إنه في إشارات بتجي لك في الطريق إنه لا متسهلة إن شاء الله، خليني أكمل أشوف الخطوة اللي بعدها، صح؟ صح طبعا،
العلامات هي سر خريطة الكون هذا. صح. علامات بسيطة بتجي لنا. في ناس بتجي لهم علامات وبيكملوا. كلنا بنجابر الله يوميا. أيوة. بنقول له يا الله دلني، وهو يدي لش. يعني أنا مثلا جيتي لمصر، أنا ما كنت جاي مصر أصلا ولا في فكري في البداية خالص. فأنا كنت جالسة بنقول يا رب أنا في صنعاء الوضع وصلنا تغلق علي في كل شيء. فكنت أقول يا رب ما هو. فجت موضوع سفري لحاجة ثانية، الموضوع ثاني ما لش علاقة بالكورسات ولا التصوير ولا حاجة. فهذه كانت علامة إنه سيري تحركي قومي. وحصل والآن أنا سنتين هنا. وزي ما تقولي ما كنت عاملة حسابي وسبر كل شيء. فهو هذا اللي هو هذه علامات. إذا بعدين جت علامة هنا أيضا تقول لي لا استوب، معناها أنه تحرك لمكان آخر أو دور شيء ثاني. دائما الإنسان لازم يجلس يشوف إيش بيقول له الله. صح. في حياته في الطريقة. صح. ويمشي ويستدل ويجرب ويفشل ويتحص وينكع ويبكي ويتألم ويرجع يقوم من جديد. هي هكذا الحياة، ما بش حاجة مستمرة أبدا. صح. صابر للأخير. بالفعل. طيب وجدان، إذا يعني أنت قدمت الآن رسائل كثيرة، وإحنا يعني حابين كمان نسمع لك منك رسالة توجهها لكل بنت أهدافها مشابهة بالنسبة لك. وفي بنات كثير نفسهم يكونوا مصورات أو نفسهم يغتربوا عشان يدرسوا شيء مش موجود في اليمن مثلك تماما. فالرسالة تقدميها لهم كيف يقوموا بهذه الخطوات يعني ويحاولوا أنهم يدفعوا الخوف. أنت بتتكلمي عن تغيير المهنة ولا البداية عن أصلاً عن الاثنين؟ يأخذوا شيء عن الاثنين، تغيير المهنة. طيب. وكمان يعني الاغتراب. لو بنتكلم عن تغيير المهنة فهو ما هو شيء بس سهل، لكن الإنسان يشوف المعطيات. يعني إيش؟ يعني يسأل أصحاب الخبرة اللي حوله. يعني مثلا أنا مصورش، أسأل مصورين ثانيين إنه كيف هذا المجال. أبدأ أشوف ما هو، ممكن أبدأ أعمل عمل تطوعي في قبل ما أنتقل وأغير مجالي تماما. أنزل أتطوع في هذا المجال. يعني مثلا في مثل يقولوا إذا أنت كنت محامي وأردت مثلا تقع مصور، سير اشتغل كمحامي في شركة تصوير قبل ما تقع مصور، بصير ما بيفعل الناس. فهي نفس المثل ينطبق على كل شيء في أي مجال. تمام. فبالتالي أي بنت أو أي شخص يشتي يغير مجال عمله لازم يطلع عليه كثير ويشوف، يشوفه من ناحية مادية، يشوفه من ناحية شغف، لأن الشغف هو اللي بيخليك تستمر في هذا العمل أو لا. صح. بيشوف من ناحية المهاراتية ما يقلقش منها طالما عايز يطورها. لا يقلقش أبدا أنه قليل مهارة في الشيء، طالما هو يحب الشيء هيتطور. لكن أنه ما يحبش الشيء هنا مشكلة. بس لا يشوفش للموضوع أنه أنا الشيء وقع مصور عشان مثلا فيه مكسب مادي. لازم يشوف له انه انا احب هذا العمل او انا عندي رؤيه فيه. هنا هيبدع وينطلق جدا. بالنسبه للبنات يعني للامانه يعني احنا عندنا محددات كثير في مجتمعنا بالذات السفر. مش شرط تسافر، النت قد بيخليك تسافر. يعني انا اتيحت لي فرصه غيري ما اتيح لهاش. انت تقدر تكتسب معرفه كبيره من كورسات مدفوعه او مجانيه اونلاين، وتقدر تبدأ يعني تتعلم الشيء اللي تحبه أيا كان هذا الشيء أيا كان. يعني في ناس مش رسامين تعلموا الرسم من النت. صح. ورسموا وأبدعوا وتفننوا جدا. فغير هذا، غير النت يعني يحتك بالوسط الموجود، يبدأ بالوسط الصغير وبعدها يكبر مع يعني لما يوصل. صح. إن شاء الله. وأي حد يعني لازم يحاول. يعني مشوا عالم وردي، مش هو حاجة إنه كل شيء عتصبر من لحظة، بس لازم يجلسوا. يعني كيف أقولها، يعني البنات بالذات لازم يحاولن مرة ومرتين وثلاث وعشر، وصدقوني الناس كلنا بنوصل، ما بش حد بيحاول ما بيوصلش. صحيح. يعني أنا جلست، لو أتكلم عن تجربتي، أنا جلست قرابة 3 سنين ما اشتغلش، ما بفعلش حاجة، جالسة في البيت. وأنا من النوع الحركي المنطلق اللي ما قدرت أجلس في البيت، بس كنت أفعل أشياء ثانية. تعلمت، جلست أتعلم، جلست قبال اللابتوب كأنني في عالم آخر.
الحمد لله. لكل مجتهد نصيب يا وجدان، وانت اجتهدتي وبتحصدي ثمرة نجاحك. طيب بمناسبة انه يعني بنصادف عيد ميلادك وانه عام جديد ان شاء الله داخل عليكي، يعني قولي لنا ايش الخطط بالنسبة، ما بندخلش في الحاجات الشخصية ما تقلقيش، احنا نسأل بس خططك في عالم التصوير ومهنتك، ايش العام الجديد بالنسبة لك، كيف بتعملي؟ والله انا قلت لكم مثل ما تكلمنا على الاستوديو في انشائه ان شاء الله، وكمان انا بين الان بدات حاجه جديده، يعني هي حاجه هكذا بس افصل بها. انا في مصر جالسه اصور مدارس وال يعني الجانب التعليمي، بين اعمل توثيق واسع لهذا الناس في المدارس للاطفال، التعامل مع الاطفال، بساطه التعامل مع الطفل في انشطته في دراسته الى اخره. فانا بنزل يوميا اصور في مدارس اطفال بكل انشطتهم، يعني العابهم، دروسهم، يعني في الملاعب الى اخره. تمام. فهذا من الاشياء اللي توجهت لها مؤخرا، لانه انا من الناس اللي ما احبش احب الشيء اللي يلتقطني يقع فيه تفاعل بيني وبين الشخص. يعني يمكن تصوير المودلز مش زي تصوير الأطفال أو العرايس. العرايس أنت بتصور شيء حقيقي وملموس ومشاعر حقيقية، نفس الشيء الأطفال. يعني أقصد المدارس يعني عموما. فهذا الشيء اللي هو حاليا أنا جالسة أتوجه فيه، وهو يعني مفيد لي في فيما بعد، بيكسبني خبرة تعامل مع فئة جديدة ما تعاملت ما تعاملتش معها من قبل. وربطا للإخراج وصناعة الأفلام، أنت كمخرج لازم تتعلم تتعامل مع كل فئة الناس كلهم، صغير كبير شايب عجوز إلى آخره. فهذا يعني التعامل مع الفئة الجديدة، وركز أنه مش من جنسيتي، يعني أنا بتعامل مع ناس مش من جنسيتي وأطفال. فهذا الشيء كائنات متحركة وصعب السيطرة عليها. نعم بالضبط بالضبط. أيوة. يعني إذا قدرت أفعل كنترول على الصغير هذا ليش وإنك تطلعي صورة كذا ورياكشن، والأطفال بيجي منهم رياكشنات كذا جدا الرياكشنات هذه هي شيء ممتع صراحة. الرياكشنات هذه أروع شيء. أيوة. جدا ممتع الحمد لله. احنا ان شاء الله يعني اخرى تخص المشاركه في مسابقات دوليه، معارض الى اخره، حتى اقامه معارض هنا في القاهره سواء لي او للمصورين. في افكار كثيره بان اناقشها حتى مع الناس اصحاب الشان هنا، سواء يعني ما يقولوا مسؤولين يعني المسؤولين الثقافيين الخاصين بالجاليه اليمنيه هنا او غيرهم، يعني تمام. ايوه لتنظيم معارض للمصورين. كل هذه الخطط ما شاء الله جميلة، وإن شاء الله تثمر بالنجاح يا رب. وجدان أنت داخلة كذا يعني بقلب قوي إن شاء الله، وعندك خطط كلها أروع من بعض، فإن شاء الله تتوفقي فيها كلها بإذن الله يا رب. يا رب. وإذا ما توفقت فيها كلها حتصب في مكان ثاني عادي. الحياة هكذا، هذه كمان رسالة إنه أنت شيء سعيت فيه ما وصلت لاش أجيب مردود آخر. أبداً ما بش حاجة بنعملها ما لش ما بش لها مردود، بس لها مردود من أوجه أخرى لا نتوقعها. صحيح صحيح. احنا يعني انبسطنا جدا بمقابلتك اليوم، واستفدنا جدا من حديثك، وانا ايضا استمتعنا كمان بالرسائل الجميلة. لو حابة تقولي كلمة أخيرة تفضلي. ما اعرفش، بس ما عندي، ما احبش الكلام الاخير لانه دائما احب البدايه، ما احبش الاخير. يا سلام. هذه لوحدها جمله نقدر نختم فيها اليوم يا وجدان. احنا اللي بنتمنى لك كل الخير والتوفيق، وشكرا لك على وجودك معنا اليوم. بنودعك الان ونتركك لعملك، وان شاء الله موفقه يا رب. هنروح مع مشاهدينا لفاصل قصير جدا، ما زال معنا فقرات كثيره وتقارير كثيره بنستعرضها معاكم. نروح لفاصل ونرجع. وما زلنا في القاهرة نزور ونكتشف المبدعين اليمنيين في مصر، ونتعرف على قصة أشهر خياط يمني في مصر، وهو الخياط زكريا منصور عوض الحكيمي المشهور باسم زكريا الباشا، والذي عمل في هذا المجال وبدأ مسيرته منذ عام 1997 حتى وصل اليوم ليكون من أشهر الخياطين اليمنيين بين الجالية اليمنية، وأطلق عليه أيضا اسم اليد الذهبية. لذلك خلونا نروح نتعرف على قصته وعلى قصة نجاح وخططه المستقبلية في هذا التقرير.
بدايته هو الخياطة وأنا صغير بمعمل عمي نجيب عواد أخوابي. بدأتها من 1997. من دخلت مصر هنا بدأت أتميز بحاجات كثيرة مثل مجالات متعددة، النسائي والرجالي والمدارس والأطفال وكل شيء بالمجال الخياطة أتقنتها وفتحت لي اسم فيها واسمي صار معروف هنا في مصر 7 سنين والحمد لله. زبائني أمريكا، بحرين، هنا بالمصر أكثر حاجة الجالية اليمنية. لازم يعمل نفسه هو الزبون، يحاول يشتغل القطعة وكأنها له، لذلك لازم يتقن أولا بالقماش، لازم يجيب للزبون قماش اللي هو يرضي نفسه، ثانيا الشغل فيها لازم يكون بدقة واحتكار. أنا من عادتي الجودة والإتقان والجهد بالعمل، وهذا اللي خلانا يعني الناس يشوفوا لي نظرة مميزة بشغلي بإتقاني اللي هاي يسمونه اليد الذهبية. الحاجة اللي تميز فيها بقى العباية اليمنية الخليجية واليمنية، هي معايا هذا أشتغل بالأقمشة الخام النظيفة الجودة اللي هي زي نصف القمر أو حرير الندى أو الكتان أو روزالين وحاجات كده زي شاكيرا والخيال وقماش السهرة كده عدة أسامي الأغمشة، وأنا اخترت الحاجة النظيفة الخامة النظيفة، أدخل بالعباية تطعيمها شوية وأحاول لما نشتغلها أدخلها شوية من الذوق زي كسوارات أو تطعيم قماش آخر أو تطعيم القماش الزي التراثي اليمني. الآن أنا نسخت مع ترند اليمن كي نبدأ بخطوة جديدة برضو، وإن شاء الله فتحنا قسم النسائي هنا، هو الرجالي ونسائي وكسوارات كل شيء، وثانيا نخطط لعمل بالسعودية إن شاء الله، محل بالسعودية قريبا إن شاء الله، حيث نفاجأ زبائنها بحاجة جديدة. وإلى اليمن وتحديدا حضرموت، حيث أقيمت مؤخرا فعالية تراثية رائعة استعرض فيها المشاركين العديد من الرقصات الشعبية والتراث الشعبي القديم لحضرموت، لتعريف زوار هذه المدينة من جميع المحافظات المجاورة مدى العمق التاريخي والإرث الحضاري الذي تمتلكه هذه المدينة. أجواء رائعة ومبهجة واحتفال ثري جدا، حضرنا لكم مقتطفات منه نشاهدها معا في هذا التقرير. أنشطة وفعاليات اليوم التراثي اليمني الذي تقيمه مؤسسة حضرموت بالثقافة وبالشراكة مع نادي تكوين، ومن فعاليات أنشطة نموذج محاكاة جامعة الدول العربية الذي يقيم في مساء هذا اليوم وهي الرقصات الشعبية
التي تمثلت في رقصات شعبية من أبناء ومحافظات حضرموت التي تمثلهم، تمثلت في الزربادي إلى جانب الشبواني إلى جانب المدارة كترحيب من أبناء حضرموت للحاضرين والوفود عامة. إلى شبوة، حيث تم مؤخرا الاحتفال باختتام برنامج تدريبي يشمل عدة أنشطة وتخصصات حول صيانة الجوالات وصناعة البخور وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، والتي أقيمت طبعا هذه الدورة والاحتفالية برعاية محافظ محافظة شبوة عوض محمد ابن الوزير ضمن برنامج تحسين سبل العيش الممول من صندوق دعم اليمن الإنساني. واشتملت فعاليات البرنامج على إقامة 3 دورات تدريبية، وذلك بمشاركة 60 متدربة و30 متدرب من النازحين والمجتمع طبعا المضيف لهم في مدينة عتق مركز المحافظة. هذه الدورات من المبادرات الإيجابية اللي تدعم المجتمع الشبواني بشكل كبير، لذلك كان الاحتفال بها في هذا التقرير. خلونا نشوف. اليوم تخرج 45 مستهدف من الشباب والفتيات والنساء في 3 تدريبات اللي هي البخور وصناعة العطور وتدريب الطاقة الشمسية وتدريب صيانة الجوال، حيث بلغ عدد المتخرجين اليوم 45 مستهدف أو متخرج. تم التدريب خلال 20 إلى 25 يوم. اكتسب الشباب والفتيات مهارات متعددة خلال هذا التدريب، وفي ختام هذا التدريب تم تزويد الفتيات والشباب بحقيبة تشمل عدة كاملة لكل تدريب، بحيث يستطيع كل متدرب ومتدربة الاستفادة من هذا التدريب بتطبيقه عمليا وبدء عملهم التجاري لتحسين دخلهم الفردي. قامت 3 دورات خلال الفترة الماضية، وهي دورة في صيانة الجوالات ودورة في صيانة الطاقة الشمسية ودورة بخور النساء. اليوم كان التكريم رعاية المحافظ، ونشكر المحافظ والسلطة المحلية على حضورهم اليوم، ونطلب منهم مثل هذه الدورات لأنها تخدم مصلحة المواطنين والناس البسطاء. نشكر الأستاذة المعلمة حقنا اللي هي يعني إيش عندها كل جهدها، وإن شاء علمتنا إحنا وخرجتنا إحنا، يعني إن شاء الله نقود أسرة ونبدأ بهذا المشروع إن شاء الله من هذه اليوم، ونعلم أجيال وأمهات جديدة إن شاء الله حتى إيش نساعد أزواجنا أهالينا. أحد المتدربات لدى منظمة الأنترسوس تنفيذ جمعية تنمية المرأة في مجال البخور والعطور. الحمد لله استفدت كثير، وبحس إن شاء الله من دخل العيش لدي، وناوية إن شاء الله بهذا الحقيبة اللي أعطوني إياها المعدات والحقيبة نفتح دورة نفتح لي مكان في مجال البخور إن شاء الله. لا
لاحظناه اليوم طبعا شيء جميل وكبير، حيث اننا لاحظنا عدد المتخرجين من النساء خصوصا في دورة البخور وعددهم 15 امرأة، حيث تمكنت من اخذ الدورة التدريبية في جمعية تنمية المرأة. هذا يعتبر مشروع كبير جدا، حيث ان المستفيدة تحصلت على حقيبة تحتوي كل ما يتمناه تضمنه المشروع. وفقرتنا اليوم في ترند السوشيال ميديا ستكون عن إطلاق قناة الغد المشرق مؤخرا هاشتاج بعنوان المخدرات هلاك، ضمن حملة توعوية كبيرة تقوم بها القناة بكافة برامجها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة اللي انتشرت بشكل كبير جدا في مجتمعنا، والتي أصبحت تهدد أمن وسلامة مجتمعنا وأبنائه بسبب انتشار أنواع لا حصر لها من هذه المواد المخدرة بين الصغار والكبار وبمسميات مختلفة، والحصول عليها أصبح في متناول الجميع وبمنتهى السهولة. طبعا نشرت القناة على مختلف منصاتها بوستر الحمراء، وبدورنا ندعو الجميع للتفاعل والمشاركة في الهاشتاج المخدرات هلاك. والآن تعالوا مع بعض نشوف هذا العريس اليمني اللي تورط في يوم عرسه، نشوف ونرجع مع بعض. والآن ننتقل إلى بريطانيا ومع الأمير هاري الذي أدلى بشهادته في أول ظهور لفرد من العائلة الملكية البريطانية أمام المحكمة منذ أكثر من قرن. خلونا نشوف. هل سمعتم من قبل بعملية الحرق المضاد؟ الحرق المضاد هو عملية إشعال نيران مخطط لها على الغابات الواسعة لاحتواء الحرائق الأصلية المستعرة، وهذا ما حدث في كندا. تعالوا نشوف. هذه كانت فقرات حلقتنا اليوم، حلقتنا انتهت. إن شاء الله تكونوا يعني استمتعتوا بكل ما قدمنا لكم الليلة، وتنتظرونا في حلقات كثيرة قادمة. بسلم عليكم أنا ومروة، إلى اللقاء. في أمان الله.